أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في الهيئات انتحار امرأة شنقا داخل منزلها شرقي بعقوبة. ونطالع في المدى، المالية النيابية تجتمع مع 15 محافظا لمساءلتهم عن المشاريع المتلكة. وفي كتابات نقرأ، الفصائل المسلحة تسيطر على منافذ العراق وتستولي على 45 مليار دولار سنويا. وجاء في الجزيرة نت، بن عوف يتنحى والبرهان يؤدي القسام رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان. ونطالع في العرب الجديد، الشرطة الجزائرية تطلق قنابل مسيلة للدموع ضد متظاهرين وسط العاصمة. وجاء في القدس العربي، حكومة الوفاق تدعو مجلس الأمن الدولي للتحرك لوقف هجوم حفتر. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة، جزائريون يتظاهرون للأسبوع الثامن على التوالي والشرطة تفشل في تفريقهم. أهلا بكم. جاء في موقع كتابات، ما زال العراق الجريح منذ 16 عاما من غزو الاحتلال الأمريكي الصهيوني وبشراكة من بعض العرب، غارقا بالفوضى والفساد والصراع الداخلي المدعوم بأجندة خارجية، ولم نرى للآن تلك الوعود الأمريكية تتحقق والتي وعدت العراقيين بالديمقراطية والرفاهية والاستقرار والأمن. واليوم بعد 16 عاما نرى ببساطة تلك الوعود الأمريكية تتحقق من خلال حالة رهيبة من الفساد والظلم والقهر والفقر والجوع والتشريد كذلك. الكاتب يقول تجتاح العراق هذه الأمور، حيث يقول هشام الهبيشان ويكتب مقاله قائلا تحت عنوان ما بعد 16 عاما من سقوط العراق، العراق إلى أين؟ نشره موقع كتابات. اليوم لا يمكن الحديث أبداً عن حلول تجميلية لنتائج وتداعيات الغزو، ولا يمكن كذلك إلقاء اللوم على أمريكا وبعض حلفائها الذين شاركوا بمؤامرة إسقاط العراق. فواشنطن تعترف دائماً بشكل مباشر وغير مباشر أن استراتيجيتها للحرب على العراق هدفها تقسيم العراق، وإن أخفت وأنكرت ونفت هذا الحديث. والسؤال، أين كان العراقيون من هذا المشروع الذي يستهدف وطنهم؟ وهنا طبعا لأمريكا مصلحة خاصة بتقسيم العراق وتفتيته خدمة لمشاريعها التفتيتية التي تخدم بالضرورة المشروع الصهيو أمريكي بالمنطقة العربية. وهنا يمكن القول من الواضح أنه وبعد 16 عاما من الغزو الأمريكي الصهيوني للعراق وبشراكة من بعض العرب، أن مؤامرة الحرب على العراق قد حققت الكثير من أهدافها للأسف، وهذه الأهداف تعكس بشكل أو بآخر حجم المخططات التي كان من المطلوب تحقيقها بالعراق من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية، وهي أهداف تتداخل فيها حسابات الواقع المفترض للأحداث الميدانية على الأرض مع الحسابات الأمنية والعسكرية والجيوسياسية للجغرافيا السياسية العراقية وموازين القوى في الإقليم، مع المصالح والاستراتيجيات للقوى الدولية على اختلاف مسمياتها، كما تتداخل فيها ملفات المنطقة وأمن إسرائيل والطاقة وجملة مواضيع أخرى، وهذا ما يوحي بمسار تعقيد شائك دخله الداخل العراقي. ختاماً، إن تطورات الأحداث في العراق منذ 16 عاماً تؤكد بما لا يقبل الشك أن مسار وتداعيات مؤامرة إسقاط العراق قد انعكس بشكل مباشر على العراقيين وعلى المنطقة العربية والإقليم بمجموعه، والرابح الوحيد هو الكيان الصهيوني. جاء في الزمان، العمى الذي أصاب مسؤولي الدولة وأصحاب القضاء والقانون وصل حدا يصعب تجاهله، فكيف يمكن تناسي قضية المدعو
ابن المحافظ الذي ألقي القبض عليه مع 3 آخرين كانوا معه في 21 من كانون الثاني 2018 في بغداد، متلبسا وبحوزتهم أسلحة خفيفة وأنواع من المخدرات والهويات الحكومية، بينها هويات جهاز المخابرات العراقي، كذلك الفساد المستشري في دوائر المحافظة ومنها مجلس المحافظة. المسؤول الأول طبعا عن منح العقود للمستثمرين والمقاولين الفاشلين والرخص لفتح مراكز الترفيه، بينها الكوفي شوبات التي يصفها رجال دين وبعض من يتفق معهم بأنها مراكز لحرف الشباب العراقي عن قضية الشاب وحالة الشاب المتهم بالإساءة إلى الشعائر الدينية، كتب حسن رجب في الزمان العراقية. لو صرفنا النظر عن تجاوز المحافظ لصلاحياته ولكل الأعراف والقوانين عبر نشره صورة المتهم بالإساءة إلى الشعائر الدينية تحت مسمى القدسية التي يبدو أنها أي القدسية غير صالحة للدفاع عن حقوق الناس وأموالهم التي تسرق وتنتهك جهارا نهارا وغيرها من الأماكن المقدسة، لو تجاوزنا كل هذه الفضائع وغيرها الكثير، فالمنطق الذي يستخدمه أي إنسان عاقل منصف يحتم عليه أن يسأل عن الأسباب الحقيقية وراء ظهور حالة مثل حالة الشاب المتهم بالإساءة إلى الشعائر الدينية أيام زيارة الإمام الكاظم، والتي تستهدف بحسب آخر الاعترافات التي تزعم قيادة الشرطة الحصول عليها منه اختراق الشباب فكرياً واستدراجهم للعمل مقابل مبالغ مالية في صفوف داعش بعد غسل أدمغتهم واستخدام القيم الأخلاقية لديهم. هل هذه هي الأسباب متعلقة صدقاً بقناعة أمثال هذا الشاب بالأفكار التي تحملها التنظيمات الدينية المسلحة؟ أم هو سوء إدارة وتنظيم شؤون الناس بشكل عام وأيام المناسبات بشكل خاص من قبل أصحاب السلطة بطريقة تمنع تعطيل حياة من لا يرغب بممارستها أو لا يؤمن بها؟ يقول الكاتب أن هذا الكلام وهذه المقارنات ليست لتبرئة المتهم بالإساءة للشعائر الدينية أو للدفاع عنه، فهذه وظيفة المحامين والقانون الإنساني الحقيقي، لكن اختصار مشكلة العاطلين عن العمل المتعاظمة وحرف الأنظار عنها تارة بفزاعة الإلحاد وأخرى ببعبع الانحراف الأخلاقي أصبحت بالية وسخيفة جدا بحسب الكاتب. جاء في القدس العربي جددت حوالي أكثر من 1000 عائلة عراقية نازحة من قرى شمال المقدادية التابعة لمحافظة ديالى مطالبتها السلطات الحكومية بإعادتهم إلى منازلهم في المناطق المحررة التي باتت تحت سيطرة الميليشيات الشيعية المسلحة المنضوية في إطار فصائل الحشد الشعبي، واتهمت أفراد من العائلات التي تقطن المخيمات منذ 4 سنوات في أحاديث متفرقة مع القدس العربي الحكومة العراقية بتجاهلهم، وناشدوا الجهات المعنية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل والفوري لإنهاء ملف نزوحهم وإرجاعهم إلى منازلهم. الحاج عبد الرحيم اللهابي هو من سكان منطقة قرى تبة المسيطر عليها من قبل الحشد وأحد النازحين منها قسراً، ناشد الجهات المسؤولة في مجلس محافظة ديالى بإعادته إلى منزله، وعبر عن أمله أن تنهي الحكومة قريباً ما يمر به من ظروف قاسية بات يعيشها مع أفراد أسرته منذ سنوات. وحسب ما قال للقدس العربي فإن ملفه الأمني الخاص بالعودة مكتمل منذ 2 ومدقق به من أكثر من جهاز أمني استخباراتي وكذلك الحشد الشعبي، مؤكداً أن لا يوجد أي مؤشر أو ملاحظة أمنية تمنع عودته. وأشار إلى أن جهات نافذة في الحشد الشعبي وتحديداً من مسلحي عصائب أهل الحق التي يتزاعمها قيس الخزعلي المقرب من إيران يواصلون منع الأهالي من العودة بطريقة تعسفية بحجة أن مناطقهم فيها ألغام ولا تزال غير آمنة. وزاد عناصر الحشد يسيطرون بالكامل على مناطق شمال المقدادية التي تضم قرى قرى تبة والخيلانية وناحية جبارة،
وتسكنها عشائر عربية سنية، وقد استولوا على الآلاف من المنازل والأراضي الزراعية والممتلكات العامة والخاصة. أما حيدر يحيى وهو نازح أيضاً ويقطن مخيمات قضاء خانقين، فهو يبحث عن الاستقرار، ولم يعد بإمكانه إطلاقا البقاء والعيش في هذه المخيمات الفقيرة التي لا تصلح للسكن ولا تليق بآدمية الإنسان، وفق ما أكد للقدس العربي، متهما أعضاء في مجلس محافظة ديالى وجهات أمنية رسمية بالتواطؤ مع الميليشيات التي لا تسمح للأهالي بالعودة لمناطقهم وقراهم لإكمال مخطط تشييع تلك المناطق والصمت على ما يجري من عمليات تغيير في التركيبة السكانية لديالى، على غرار ما يحدث الآن في محافظة صلاح الدين وجرف الصخر وشمال بابل ومناطق حزام بغداد. جاء في الهيئة: إذا ما هطل المطر في العراق فالعراقيون يستبشرون خيرا ويخرجون لاستنشاق رائحة الماء الطاهر ويدعون ربهم، وتغدو الشوارع وأشجار المدن كلوحة فنية من جمالها ونقائها. هذا قبل سنوات احتلال العراق وجثوم هذه الثلة الحاكمة على صدور العراقيين، فالمطر في عهد هؤلاء يعني غرقا للشوارع ودخول مياه الأمطار على البيوت وتلف ما فيها من أثاث ومتاع، والموت صاعقا لبعض المساكين، ولا يطغى سوى مشهد الفوضى وصمت حكومي مطبق على الفشل في إدارة ملف مياه الأمطار. ومن نجا من الموت على الحكومة وميليشياتها ربما يموت غرقا بسبب فشلها وإهمالها. ليت المشهد انتهى عند هذه النقطة فقط، فما أن يبدأ فصل الصيف حتى تنتشر تحذيرات الحكومة من جفاف يضرب المدن العراقية برمتها، والعطش يصيب البشر والنبات والدواب، وتبدأ كارثة أخرى، وبعيد أشهر قليلة من سيول وفيضانات يصاب العراقي بالذهول بين الموت عطشا بعد أن كان غرقا. تقرير نشره موقع الهيئة، نستمع إلى جزء منه. فبينما لم تحرك الحكومة ساكنا بعد أن حولت إيران عشرات الجداول والأنهر عن روافد نهر دجلة وعبور المواطنين لنهر دجلة مشيا على الأقدام في عدة مدن، فقد انطلقت تحذيرات حكومة من تعرض عدد من المحافظات إلى الغرق إثر ارتفاع منسوب نهر دجلة. ولا ندري ما هي وظيفة وزارة الموارد الماشية وعمل المختصون فيها، وهم يرون النهر بين الجفاف والفيضان دون تحرك ساكن. أما الخبير المائي رياض علي فيؤكد أن ما يحدث في العراق يعد كارثة بكل المقاييس، فلا يوجد بلد غني في العالم يتعرض لفيضانات كارثية وجفاف في آن معا، مشددا على أن هناك حلولا قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمتي الفيضانات والجفاف في البلاد، فيستطيع العراق وخلال السنوات الخمسة المقبلة أن يتجه نحو الاستقرار المائي الجزئي إذا ما أكملت الحكومة بناء سد بادوش في محافظة نينوى الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه في تسعينيات القرن الماضي إلى ما يقرب من 42%، فضلا عن إمكانية تحويل عدد من السدات والنواظم إلى سدود صغيرة لتقي المدن الفيضانات في الشتاء وتساهم في تزويدها بالمياه في الصيف. ولا ندري لماذا حقيقة لا تلقي الحكومة ومؤسساتها المعنية بشؤون المياه ومواردها أذنا مصغية للمختصين وتنفذ خططهم الرامية لإنقاذ البلاد من الغرق شتاء أو الجفاف صيفا. ولعل الجواب لأنها تسير على نهج حكومة الولي الفقيه التي فشلت فشلا ذريعا في إنقاذ 25 محافظة إيرانية من أصل 31 من موجة غير مسبوقة من السيول والفيضانات متسببة بمصرع عشرات الإيرانيين، فضلا عن تشريد الآلاف من منازلهم ووقوع خسائر مادية جسيمة وانهيار لعدد من السدود. انهالت هنا الانتقادات الشديدة على حكومة طهران لفشلها في إدارة السيول التي اجتاحت البلاد، وكأنها حكومة إيران مثلا تقتدي به حكومة الخضراء.
مقابل إرهابية الحرس الثوري، فإن كل القوات الأمريكية في المنطقة باتت في عرف طهران إرهابية، وحين يتقابل الإرهابيون فإن ذلك نذير صدام كبير أو بشير توافق وعناق يعيد ترتيب مصالح البقاء. تروي وقائع التواصل السري بين واشنطن وطهران منذ قيام الجمهورية الإسلامية حقيقة إن هاجس النظام الإيراني الوحيد كان عقدة البقاء، حيث أرسلت طهران رسائل مباشرة علنية وخلفية تفيد بأن مبرر برنامجها النووي وحتى طموحها العسكري في هذا الصدد متعلق بالخشية على أمن النظام، وأن أي ضمانات يقدمها الغرب والولايات المتحدة بالذات كفيلة بالتراجع عن هذا البرنامج. حيث كتب عن العلاقات الإيرانية الأمريكية محمد قواص في العرب اللندنية: قد يتساءل المراقب عما يعنيه أمر القرار الأمريكي ضد الحرس الثوري قبل أسابيع من رزمة العقوبات الأمريكية الثالثة ضد إيران في 3 مايو المقبل، والتي تهدد بتصفير الصادرات النفطية الإيرانية. وقد يطرح أسئلة حول قساوة ذلك على النظام الحاكم في إيران. وحدها طهران تعرف جسارة هذا الأمر وما يعنيه من تحول أمريكي غير مسبوق منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979. المرشد علي خامنئي يصف القرار بالوحشي، فبينما يحتشد أعضاء مجلس الشورى بلباس الحرس الثوري تضامنا مع اليد الضاربة للنظام، والأمر في إيران لا يمس أحد أجنحة النظام السياسي في إيران فقط، بل هو مساس مباشر بمسألة بقاء النظام برمته بكل أجنحته. هكذا يعبر المعتدل الرئيس حسن روحاني الذي يصف الحرس بحماة إيران، وهكذا يعبر المنفتح وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي يتحدث عن مغامرة أمريكية خطيرة في المنطقة، ذلك أنه عند حدود الخطر كمثل خروج الناس في أكثر من 70 مدينة إيرانية خريف العام الماضي، تزول الفوارق بين الأجنحة وتذوب بينها الحدود. هنا تعايشت إيران والولايات المتحدة على تبادل صفات الشيطنة خلال العقود الأربع من عمر الجمهورية الإسلامية. إيران داخل محور الشر بالنسبة لواشنطن وأمريكا، والأخيرتان الشيطان الأكبر بالنسبة لطهران. في هذه الأيام يكتشف الأمريكيون أن نظام إيران إرهابي، ويكتشف الإيرانيون أن حكومة الولايات المتحدة إرهابية. هكذا تتبادل واشنطن وطهران الأوصاف. جاء في عربي 21 أن مسار التسوية السلمية وفق اتفاقيات أوسلو يلفظ أنفاسه الأخيرة، هذا مع ميلنا مع عدد من المحللين إلا أنه مات منذ أمد بعيد، وما ينتظره فقط هو الإعلان الرسمي للوفاة. فقد نجح الكيان الإسرائيلي الصهيوني في إدارة التسوية وفي استخدامها كغطاء لتوسيع التهويد والاستيطان، وفي توظيف قوى فلسطينية تؤمن بالتسوية في قمع قوى المقاومة والقيام بالمهام القذرة التي يحتاجها الاحتلال. ومع ظهور نتائج هذه الانتخابات يلاحظ كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عرقات أن المجتمع الصهيوني صوت ضد السلام وضد مسار التسوية السلمية، فلم يفز سوى 18 عضوا من أصل 120 عضوا ممن يؤيدون حل الدولتين. هذا ما جاء في مقال الكاتب تحت عنوان الانتخابات الإسرائيلية والدلالات والانعكاسات. على المقاومة الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة أن تتوقع بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية مزيدا من الضغوط ومزيدا من محاولات تطويع القطاع والنزع سلاحه، ومع أن الطرف الإسرائيلي لا يرغب بأن تتحقق وحدة سياسية بين الضفة والقطاع، فإن ما هو أهم بالنسبة له إنهاك وإنهاء وإسقاط تجربة المقاومة في القطاع، ولعله سيتابع ضغطه بتصعيد بعض أشكال الحصار لتشجيع إيجاد بيئات ساخطة بين الناس في القطاع تستغلها القوى المعادية لحماس والمقاومة لمحاولة إسقاطها. وقد يصل الأمر بالإسرائيليين إلى تنفيذ اغتيالات للقادة والرموز وتوجيه ضربات نوعية،
لكن الإسرائيليين سيظلون مترددين في الدخول في حرب شاملة نظرا لكلفتها الباهظة والاحتمالات فشلها. ولا تملك المقاومة إلا أن تتعامل بمزيد من الحكمة في استيعاب الناس وهمومهم، وبمزيد من الجهود لتوسيع دائرة التحالفات الوطنية لحماية المقاومة، وبمزيد من حسن التدبير والقوة والحزم في مواجهة العدو الصهيوني. تحت عنوان الانتخابات الإسرائيلية قراءة في الدلالات والانعكاسات، كتب محسن محمد صالح في موقع عربي 21 وأضاف: أما الحل الذي يقدمه نتنياهو ومجتمعه الصهيوني فلنتجاوز حكما ذاتيا تحت مسمى الدولة، فاقدا للسيادة، فاقدا للقدس، فاقدا لحق عودة اللاجئين، فاقدا لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، حيث يتم تسويقه بالتنسيق مع إدارة ترامب التي تضغط لتطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والبلاد العربية وتجاوز الملف الفلسطيني ومحاولة فرض ما يعرف بصفقة القرن. بعيدا عن السياسة، قد تبدو السيارات الطائرة فكرة جميلة، لكن تحقيقها يواجه عقبات عدة، لعل أبرزها أن الطيران عملية مكلفة. لكن باحثين من جامعة ميشيغان الأمريكية وجدوا أن السيارات الطائرة قد تكون أكثر كفاءة وأقل كلفة في الرحلات الطويلة من السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالوقود. ويوضح فريق مهندسي الجامعة في دراستهم التي نشرت نتائجها في دورة Nature Communications أنهم صنعوا نموذجاً فعالاً لمركبة طائرة تعمل بالإقلاع والهبوط استناداً إلى فوتول العمودي ومواصفات من شركة الطيران التي تعمل على مثل تلك النماذج. ويوضح المؤلف المشارك للدراسة نواه فوربوش، يوضح في نشرة أخبار الجامعة أن نموذجهم يمثل توجهاً عاماً في مجال مركبات الإقلاع والهبوط العمودي، ويستخدم معايير من دراسات متعددة وتصاميم طائرات لتحديد الوزن ونسبة الرفع والسحب والطاقة الخاصة بالبطارية. ونظر الباحثون في كيفية أداء هذه المركبات النظرية المختلفة عندما تحمل أعداد مختلفة من الناس لمسافات متنوعة، ومقارنة كل ذلك باستهلاك الطاقة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.